إيبيكو لأحد المصانع التابعة لشركة قديمة لمصنع مصر. إذا كانت الشركة القابضة للأدوية هي ذراع الدولة فهذا هو الذراع الآخر للدولة. على مستوى التصنيع في المنتجات هنلاقي الربحية الأولى في العالم تصنيع السلاح، الربحية الثانية الدواء، الثالثة المخدرات بتبقى مصر. إذا هي شيء مهم جدا. المهم إن إحنا بنقول وزي ما أنا قلت النهاردة في المؤتمر الصبح إن مصانع الدواء اللي بتنتج ما تنظرش للتوزيع المحلي من حيث ايه؟ من حيث تجهيز المصانع، لا بتنظر لما يسمى باسم الجي ام بي جود مانيفاكتشرنج بروسيس. اللغه العربيه تبقى اسمها ايه؟ الممارسه الجيده لصناعه الدواء. الممارسه الجيده لصناعه الدواء دي اللي بنقدر بيها نصدر. احنا ارخص دوله في العالم، احنا ارخص دوله في العالم. احنا مشكله الناس دي الشركات دي في التصدير ان السعر الموجود في مصر رخيص جدا ومتداني جدا فما بيقدروش يصدروا. في بورسعيد هنعمل مدينه دواء اخرى في العين السخنه. منظومه الدواء مهمه جدا. خليني اقول ان في احد الدول العربيه 22% من الناتج المحلي واستثماراتها من الدواء فقط.